نستعرض شيئا من السيرة الذاتية لضيفنا دكتور هاني البنا. ولد في جمهورية مصر العربية حيث درس الطب الشرعي ما كله في جامعة الأزهر، إلى جانب تحصيله على دبلوم في الدراسات الإسلامية. وتابع البنا تحصيله العلمي في المملكة المتحدة حيث منح جائزة هاملتون بيلي في الطب. أسس الإغاثة الإسلامية عبر العالم في بريطانيا، وهي المنظمة الإسلامية الأكبر في الغرب والتي تعمل في مجال الإغاثة والتنمية. دكتور البنا مؤسس ورئيس عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، منها المنتدى الإسلامي التي أراد لها أن تكون مظلة إنسانية، ومنها أيضاً المنتدى الخيري الإسلامي والصندوق الدولي لمكافحة فيروز الإيدز، بيت الزكاة، والذي يعتبر مؤسسة خيرية أسس على أن يكون لتقديم المساعدة والعون للمؤسسات الخيرية. حاز على عدد من الأوسمة والجوائز، منها وسام الملكة البريطانية في العام 2004، تقديراً وتكريماً له على جهوده وتأثيره الملموس على العمل الخيري الدولي، جائزة ابن خلدون لدوره في تشجيع التواصل والحوار بين الثقافات والأديان، جائزة خدمة العمل الطبي، جائزة رابطة الأعمال وغيرها من الجوائز. نزولاً على رغبة الدكتور أكتفي بهذا الجزء من السيرة المقتضبة، والآن الكلمة للدكتور هاني فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أحمد ربنا سبحانه وتعالى على أن ده ثالث لقاء لي مع الشباب هنا والصبايا. الصبايا هم أنتوا عواجيز. الصبايا والشباب نظمت الدعوة، واليوم بنحتفل بأن يكون معنا بعض الجمعيات الأخرى، سواء كان جمعيات دولية أو جمعيات سودانية محلية. اليوم نتكلم على التحديات، تحديات العمل الإنساني. أنا هبدأ كده، ودي مش مقتولة في نص ساعة. كلمة إنسانية أنا بحاول أغيرها، صح يا دكتور؟ زي ما اتفقنا امبارح، نستبدلها بكلمة خلائقية، يمكن يكون نقاش بعد كده، لأن في هرم الإنسانية قمته الإنسان وهو المشرع، والإنسان يصبح بعد كده القاضي والحكم، والإنسان يصبح بعد كده اللي هو الشهود، ثم الإنسان يصبح اللي هو المجرم أو المتهم. كلمة خلائقية فيها على رأس الهرم الخالق هو المشرع، وبعد هذا الإنسان ممكن يأخذ أي دور آخر. فحينما يفقد الإنسان البصلة في أن له مرجعية شرعية عند الخالق، يحدث ما يحدث الآن لكافة الخلائق في العالم. ده منهج أنا بحاول أبدأ فيه كتحدي من التحديات لينا داخل العمل اللي بيسموه عمل إنساني. التحديات كثيرة، في منها تحديات داخلية في الوطن على مستوى دولة، وفي منها تحديات خارجية على مستوى الدولي، وفي منها تحديات داخل المؤسسة نفسها. داخل المؤسسة نفسها التحديات الداخلية داخل المؤسسة نبدأ بيها. أول تحدي في التحديات الداخلية اللي هو عدم وجود كفاءات بشرية متاحة، فنختار ما هو موجود في المجتمع. دي نمرة واحد. تاني تحدي لنا داخل المؤسسة اللي هو التسجيل والتشريعات والقوانين والأطر داخل المؤسسة نفسها، للسياسات إلى آخره إلى آخره. تحدي داخل المؤسسة هي هيكلية المؤسسة، لها مجلس أمناء، لها جمعية عمومية، لها مجلس تنفيذي، في صلاحيات لكل مجلس، وفي عدم تدخل مجلس وتغول مجلس على مجلس. يعني لما يكون مجلس أمناء هو السلطة الكبرى لا يتغول فيصبح مجلس تنفيذي، لما يكون رئيس مجلس الأمناء هو السلطة العالية لا يتغول فينفي أو يقصي شخصية المدير التنفيذي. لابد أن يكون في صلاحيات للمجلس التنفيذي
وفي مرجعيات للمجالس الأخرى. التحديات الداخلية أن يكون عندنا ميزانيات، ميزانيات ليس فقط للمؤسسة ككل، لكن ميزانيات لكل قطاع وكل إدارة وكل قسم، بمعنى أن أنا مسؤول قسم ميزانيتي $50,000 في السنة، أخذ بها موافقة من رئيس القطاع أو من مدير الإدارة وأتصرف فيها على مدار السنة وفق الخطة التي وضعتها ووافق عليها مجلس الإدارة. أنا مدير إدارة، ميزانيتي $250,000 ولا $500,000، لذلك يكون صلاحيتي ما رجعش كل شوية المدير التنفيذي أو رئيس مجلس أمناء أو الجمعية العمومية. عدم وجود الصلاحيات هذه وعدم وجود ميزانيات واضحة بتخلي كل المبدعين من أبنائنا في الجمعيات يتركونا ويمشوا، يقولك أنا واخد مؤسسة كذا وعندي خبرة كذا، مش عاوز سكرتير عشان أخد مرتب، أنا عايز أن أنا أمكن من وظيفتي، أن أنا أريد أن أمكن من وظيفتي. وظيفتي مدير مشاريع، يبقى أنا مسؤول عن مشاريع وتنفيذ المشاريع، ولك أن تحاسبني كل 3 أشهر بتقارير دورية أو كل 6 أشهر في الميزانية وفي الأداء وفي قياس الأثر. فعدم وجود هذه الأشياء، وأنا متأكد عند كثير جدا من جمعياتنا هي مش موجودة، سواء كنا في أفريقيا أو حتى في أوروبا. يعني تعتقدون أن المؤسسات تتمتع، أو في الخليج حدث ولا حرج، أنها تتمتع بهذا لا تتمتع، وتختلط الصلاحيات وتتداخل الصلاحيات خاصة الميزانيات. كتير جدا من مؤسساتنا ما فيهاش ميزانية، ما يعرفش هيصرف ايه، يقول لك استنى بنعمل حملة، حملة ايه؟ موظفك علشان تحط لي تصور لميزانيتك. تصور انا بعمل مشاريع، مشاريع لها بداية ونهاية ورقابة فبالتالي ده لابد يكون في داخل برنامجك في الميزانية الموافق عليها من خلال المجلس التنفيذي ثم مجلس الإدارة. رئيس مجلس الإدارة يمضي على شيكات، مش وظيفته. ما يجيش رئيس مؤسسة ولا مدير تنفيذي أعلى ولا أمين عام يمضي على شيكات، مش وظيفته. دي وظيفة الموظفين الصغيرين الذين ممكنوا، إما رئيس القطاع بيخول اللي هو مدراء الإدارات ومع اللي هم الرؤساء الأقسام. ده بالنسبة للوصف الوظيفي، أن يكون وصف الوظيفي واضح جدا. الأمر الآخر، أهدافنا تكون واضحة، تحديات. ما يكونش أهدافي شيء وأنا أعمل شيء تاني، لي رسالة ولي قيم ولي ثقافة ولي شخصية مؤسسية. دي من التحديات، ان احنا بيطغى على الشخصية المؤسسية لمؤسستنا المؤسس او الرئيس او المدير التنفيذي الكبير، وبيطغى عليها طغيان. نتحدث عن الاسلام ونحن طغاة، بلك نتكلم في هذا الامر. امر واضح جدا جدا جدا، امركم شورى بينكم، امرنا شورى بيننا، قد يؤخذ برأي العامل الذي يكون انجع وافيد من رأي رئيس مجلس الادارة. دي حاجة. عدم وجود شباب في وسطنا، وعدم وجود نساء في وسطنا في المراكز العليا، سواء كان في مجالس الإدارة أو في مجالس أمناء أو مجالس تنفيذية. من تحديات أخرى، أننا لا نورث، ده كل ده تحديات داخلية، لا نورث الخبرة للشباب ونحن في القيادة. ما فيش تداول سلطة بيننا وبعضنا، تلاقي المؤسس يقعد إلى أن يموت. يعني لما جيت اترك الاغاثه الاسلاميه بعد 25 سنه فيها، او انت رايح سيدة زينب بصلي وجاي، خلاص بقى 25 سنه عايزين ايه تاني؟ يعني لما يكون في رئيس دوله قاعد 25 سنه نعمل عليه ثوره وننعته بكذا وكذا وكذا وكذا، ولما جانا امشي تقول لي اقعد، اقعد ليه؟ الدور انتهى. المفروض ما يكونش 25 سنه، يكون في تداول، في فتره للرئاسه، في فتره المدير التنفيذي تتتابع، ممكن أجددها كل 5 سنوات بموافقة مجلس إدارة إلى آخره أو مجلس أمناء. لكن كنا أقعد إلى أن أموت، هذا ضد العرف، لأن ما فيش حد فينا فوق الخطأ، ما فيش حد فينا فوق النسيان
ما فيش حد فينا يعتبر نفسه ان هو المنقذ الوحيد، لان احنا بنتعامل مع مؤسسه يملكها المجتمع، لا تملكها لا جماعه ولا مجموعه ولا شركه، المجتمع يملكها. هو الذي يعطيك ماله ثم يعطيك امواله ثم يعطيك ابنائه. فحينما تكون مرجعيتنا للحكومه وللمجتمع الى اخره الى اخره. يبقى تداول السلطه ده يكون كما بيقول فقه الاسلام من المعروف من الدين بالضروره. دي تحديات بنتكلم احنا عنها ايضا في هذه الاسئله، كل دي تحديات داخليه قبل ما نبدا نتكلم عن بره عن الخارج. التحدياتنا ما كانتش عندي شفافيه. التحدياتنا ما كانتش بتتبع المعايير الانسانيه او الخلاقيه اللي احنا اتكلمنا عنها. التحدياتنا كانت بتتبع ان هو الشلاليه والاسريه والحزبيه والجمعويه الى اخره، واجيب جماعتي فقط. دي تحديات. مش قادر اعيش لما اجيب مع الواحد اللي مطمنه، لكن لما اجيب شاب يكون عنده كفاءه وذو راي اقول لك ده ايه، ده هو شاب مش ملتزم بيتكلم كتير، او دي شابه مش ملتزمه تتكلم كتير. طب ما لازم اتكلم عشان عندي راي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول اشير علي ايها الناس الى اخره. ربك وسيدنا عمر قال صدقت امراه في المهر الى اخره. فدي كلها تحديات، تحديات في تركيبتنا الشخصيه، تحديات ايضا في اننا هل احنا بنطبق معايير الانسان وقيم المؤسسه على انفسنا ام لا. نتكلم عن الصدق ونتكلم عن الامانه ونتكلم عن الرحمه ونتكلم عن المغفره، وبعدين لما يجي شاب او شابه او راجل او امراه او عامل يخطئ نذبحه دون رحمة ودون هوادة. فدي تحديات في الأخلاق بتاعتنا، في التركيبة الشخصية بتاعتنا إلى آخر. ده جزء من التحديات الداخلية اللي احنا بنتكلم عنها في المقدمة الأولى. التحديات الخارجية طبعا الورق اللي انا كنت معايا الصبحية اديتها الأخ نائب المدير، وعشان كده انا بطلع على كلام من مخي زي الإمام اللي طلع على المنبر وملقاش الخطبة في جيبه. خدها بالغلط يعني، اتقلبت هذا. دي المفروض كان ياخد دي مني لكن هو خد الثانية. واخد بالك؟ فأنا بطلع الكلام إيه بقى إيه؟ بطلعه الصبحية إن شاء الله. تحديات على مستوى المجتمع بتاعنا اللي هو على مستوى الدولة. هل أي دولة عندنا هي مؤمنة بالعمل؟ دي نمرة واحد. إذا كان إيمان ففي سعة في اللي هو، إذا ما كانش في إيمان في تحجيم وتضييق على العمل المدني في أي دولة من الدول في العالم. الفرق من الدول في بعض أماكن في الدنيا والأخرى إن في دولة آمنت أصبحت تفرد له المساحات الكبيرة وأعطت له حرية كبيرة جدا. يعني لو أنا ضربت الميزانية اللي كانت من سنتين 2018 بتاع جمعيتها الجمعيات فقط مش الحكومة، جمعيات فقط 74 مليار جنيه استرليني. الجمعيات فقط. فده القطاع المدني اللي سمحت له الدولة ان 74 مليار جنيه استرليني بيكون جزء من اقتصاد الدولة. بيؤدي الى توظيف ما لا يقل عن 5-10% من الموظفين اللي بتوظفهم الجمعية. بيرفع رواء الدولة داخل الدولة وخارج الدولة. بيحاول يحل المشاكل الاجتماعيه داخل الدوله قبل ان تصل الى الحكومه. وانا في بين الدوله ومؤسساتها والقطاع المدني ومؤسساته الذي يسمح باستكمال دور الدوله مع القطاع اللي هو الاقتصادي اللي هو التجاري او المسمي البيزنس اللي هو اللي هو يعني. فهل في الدوله كما كانش عن اي دولة دلوقتي في مساحة للحريات العمل المدني؟ نمرة واحد لمراقبة العالم العمل، هل هي قوانين ميسرة؟ هل الدولة بتنظر الى العمل مكمل لدورها ام عمل مناهض لدورها؟ دي كل الاشياء دي تحديات حتى على مستوى الدولة. المجتمع العمل الانساني او العمل الخلائقي زي ما بنتكلم فيه ولا يؤمن؟ لانه لو امن اعطى، ولو اعطى اعطانا اولاده وهكذا. فالمجتمع والاعلام نفسه قد يكون معيق، لان احنا نرى في المحطات الاعلاميه المحليه وغير المحليه
من يشوه سورة العاملين على العمل الإنساني بسبب أو من غير سبب. ودي كلها تحديات على مستوى الدولة. التطوع المجتمع بتاعي، ثقافة المجتمع بتاعي، أخرج من الأسرة نفسها، هل هي تؤمن بأن هي هتبني تبعت بنتها وابنها يتطوع في العمل في جمعية ما أو مؤسسة ما أو لا، الجامعات كذلك وهكذا. فما ننظر لمثل هذه الأشياء نجد التحدي الداخلي عندي في مؤسستي واضح زي ما أنا قلته، التحدي على مستوى المجتمع اللي أنا عايش فيه ده شيء تاني. التحدي الثالث هو التحدي الدولي. أهم شيء في التحدي الدولي عندنا هو الحرب على الإسلام وتكفيف منابع الإرهابيين، وإحنا مش إرهابيين، وما كان المسلمين إرهابيين ولن يكونوا إرهابيين على الإطلاق. ده يعني يعتبر تعريف مطلق ده، يعني أقبلك، لأن إحنا هذا ليس ديداننا. فالحرب على الإرهاب اللي تحت هذا الحرب وتحت هذه المنظومة يوقف عمل أي عمل مبدع، ها، لأنه يعني أحد الناس كتب عنه كلمة في مكان ما فصنفت أنت في مجموعة من المجموعات أو صنفت أنت في مجموعة من المجموعات. فالتصنيف البنوك نفسها التي توقف تحويل الأموال دون مراعاة معاناة المجتمعات الفقيرة التي تنتظر أن يصل المال أمس قبل اليوم. لماذا؟ لأنهم يخشوا على وظائفهم وعلى مراكزهم حتى أن يحاكموا بعد 10 سنين أو 20 سنة من تحويل 10,000 أو 20,000 دولار في من مكان ما لمكان ما. إحنا اتكلمنا عن حرب على الإرهاب، اتكلمنا عن اللي هو الدولة نفسها، المؤسسات الدولية والأممية دي مش هتقعد معاك بسهولة إلا لما يكون لك تاريخ ومصداقية واعتراف دولي بيك. فده تحدي، كيف ان انا اصل الى هذه المؤسسات الدولية اللي هي سواء كانت اممية او سواء غير كانت غير اممية، والحكومات الاخرى سواء كانت الحكومات دي حكومات مانحة غربية او حكومات مانحة شرقية. كل هذه التحديات مهمة جدا 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 بالنسبة لنا احنا نتكلم فيها مع تحويل الاموال. قد يكون في بعض الدول القبضة الأمنية هي للعمل الإنساني، أو قد يكون بعض الدول الأخرى القبض السلطان العسكري يكون هو المعيق الأول للعمل الإنساني، في بعض الدول كده. فلما ننظر لمثل كل هذه التحديات موجودة، فكيف نتعامل معها في ظل هذه التحدي الثاني؟ في كلام اللي قلته على مستوى التحديات الفكرية اللي هو الدولية اللي هي think tank بسموها بالعربي المراكز الفكرية، ولا بسموها ايه؟ المؤسسات البحرية، ها؟ لا مش دراسات الفكرية، اللي هو think tank. دول اعظم ناس بيقعدوا يصنفوا الناس هم قاعدين، ها؟ يا ريتهم عرابين، هدوهم كذابين مش عرابين. العراب يعني ذو خبرة، اما هؤلاء يتصيدوا لك خطأ لم يركب منذ 40 سنة أو 50 سنة، ويغفروا هذه الأخطاء لمن ليسوا على جلدة الإسلام، على إيه؟ دين الإسلام. فده الـ think tank نتكلم عنه، نتكلمت عن الإسلاموفوبيا، think tank، حرب على الإرهاب، تحويل الأموال، ثقافة المانح نفسه، ده تحدي، سواء كان المانح ده مانح دولي كحكومة كأمم متحدة. السياسة دي كانت تتمتع مع قيمك وأخلاقك وثقافتك، أو أنت حرة. حتى المانح العربي دي ثقافة قد لا ترتدي بها وقد ترتدي بها، فما فيش منحة بتجينا يا أخواننا من غير من غير من غير سياسات مربوطة بها. لا أنت عايزك تعمل لي بير في القرية بتاعت أمي، قلت في قرية أمك مش لا قرية أمي يا بلاش. فدي ثقافة عايز اوديها في حتة الفلانية دي بالذات. فحتى المانح اللي هو زي وزيك دي هو رؤية في سياسة صرف امواله في هذا المكان. الدعم الحكومي هل هو من سياسة ومشاهد؟ اوعى نفتكر، وده مش حرام، يعني حكومة معينة عندها سياسة ف
في محاربة الجفاف أو محاربة التصحر أو محاربة عمالة الأطفال أو كذا وكذا وكذا اللي هو التغير المناخي، هتحط سياستها. أنت تشتغل وفق سياستي أنا، لأن أنا الفلوس دي باخدها من اللي هو دافع الضرائب ولابد أن أحاسب عليها. ثقافتي أنا كمؤسسة منيحة في كم عدد النساء اللي بيشتغلوا عندك في الجمعية؟ لو أحد المواطنين في هذه الدول اشتكى على الوزير لأن هو هذه الجمعية أعطوها فلوس ولا تعين النساء ولا تمكن النساء، هي إيه؟ هيحاسب أمام القضاء. عشان أنت تاخد فلوس إيه؟ أنت عايز تاخد فلوس من مؤسسات دولية لأنها فلوس كبيرة، صح؟ بتلاقي المؤسسات الأممية إلى آخره، فكل هذه الأشياء ليها سياسات. هل سياساتهم تتوافق مع سياستك وسياسة مؤسستك تمنح لها أو لا؟ الأمر الثاني تحدي كبير جدا، هل إحنا نستطيع أننا نفهم أو نقرأ كيف تدار المشاريع اللي هم طالبين ما يعتنوا المنح عليها أو كيف نكتبها؟ إحنا عندنا المهنيين الخبراء الذين يستطيعون كتابة وتحليل أرقام ومتابعة وتنفيذ هذه المشاريع وقياس الآخر اللي ما عندناش، ما بنستثمرش لا في الأبحاث ولا في الدراسات ولا في التدريب ولا في التأهيل ولا في التمكين ولا في قياس الأثر. ما فيش داعي من غير سياسة المانح وثقافة المانح، وده مش حرام ومش عيب. أنا واضح المعالم، بقول لك هتاخد بده تعمل كده، عجبك عجبك، مش عجبك أنت حر ما تاخدش. ما بقى أنا لا ألزمك على أن تاخد مالي كإيه، كدولة أو مؤسسة مانحة. كيف تعمل السمعة؟ تعمل السمعة من الرسالة اللي أنا بحطها على الصفحة بتاعتي، من السمت اللي أنا بحطه عند المستفيدين وعند العاملين بتوعي. قد ينظر إليها الإنسان أن هذه المؤسسة يعني لا 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 تبرز إلا الرجال فقط، أو تعمل إلا مع المسلمين فقط، أو لا تقوم بهذا إلا في المنطقة. يعني كنت أنا بتكلم مع أحد المؤسسات في منطقة، المفروض يكون في بين عاصمتها مانيلا. الشباب راحوا فتحوا حتة في منطقة المسلمين، مش مهم، مش مشكلة، لأن هي المنطقة اللي بعد الحروب أو النزاعات الداخلية أصبح فيها إيه؟ تحتاج لأشياء كتير جدا. فكان السؤال إيه؟ فين ممثلكم في العاصمة؟ على الأقل لابد هذا الممثل شريع يكون في تدريب للأهالي هناك، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. الرؤية دي ما تنفعش في بيتها مش مسلمين. في 92 و93 و94 لما خدنا فلوس من الأمم المتحدة في البوسنة كنا بنشتغل مع الكروات اللي هم كاثوليك ومع المسلمين في نفس المنطقة، بندي المساعدات للجهتين. في جنوب السودان كنا أحد الأشياء واحنا اشتغلنا فيها في 2003 ان احنا شمال السودان خلاص عدينا فيه من دارفور للأبيض للجيسان للدمازين لرومبك ايتاني للشمالية اللي مش عارف ايه اسمها كسر القذارف الحاجات دي كلها. انا لفيت الحاجات دي كلها بفضل من الله سبحانه وتعالى. كان امل حياتي ان انا اروح 2003 جوبا واو ملكان. اول مشروع اشتغلنا فيه لكي لا يساء ظننا الظن فينا كان هو مشروع ايه؟ مشروع حفر الابار في منطقه لا تقول لا احنا بنبني مساجد عند المسيحيين ولا بنبني عند اسمها مراكز اسلاميه ولا كذا وكذا. ومع ذلك هي ميه شايف ميه اللي مش ابدي. في احد الجمعيات الغير مسلمه اشتكتنا لل اسمها الجيش الشعبي او اللي هو الحركة الشعبية. فلأنهم كانوا عارفيننا ولا احنا قابلناهم في نيفاشا في كينيا وفي أماكن تانية، قال لهم ملكوش دعوة بالغاثة الإسلامية، دي مؤسستنا واحنا عارفين هي بتعمل ايه. وكانوا على نفس الجلدة لأنهم دول عارفين ان احنا جايين نخدم المجتمع خدمة، مش محتاجين لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالواحد لما يشتغل في ولما انا رحت جنوب السودان في الوقت ده استأذنت من هنا، كان ساعتها دكتور مصطفى عثمان وزير الخارجية قال لي اخواننا وروح اشتغلوا معاهم. فنزلنا على طول على نيفاشا ومن نيفاشا على
على رومبك، عارفين رومبك؟ شفنا فيها أمراض لم أراها في حياتي من قبل، أمراض يعني مش موجودة حتى في كتب الطب سنة 2003 و2004 و2005. تضحك ليه؟ أقول له مرض يضحك طبعا. نعمل فيه زي مولانا ده. خد كورونا. شكرا جزيلا دكتور. شكرا على الكورونا ولا على البوست؟ فلابد يكون في توافق ما بين ان انت بتخدم مجتمع متكامل في مثل هذه المناطق اللي احنا بنتكلم. رحنا في الصين في 2002 او 2001 كان في الاول علشان الجفاف اللي موجود في المناطق اللي هي المسلمه، لكن في 2002 حصل فيضان او زلزال دمر في حته اسمها شيان اللي هي العاصمه القديمه. بنينا هناك حوالي 300 او 400 بيت مع الحكومه الصينيه في الوقت ده. بعدين اشتغلنا بعد كده سينجيانج اللي هي بيسموها تركستان الشرقيه الى اخره الى اخره. فلابد يكون في توازن في العمل الدولي بتاعنا عشان انت بتشاف من كل واحد موجود في المنطقه دي اللي هي بنتكلم احنا فيها. كذلك السمعه الدوليه، الشركات، من شركائنا؟ من شركائنا؟ هل هم من نفس المجموعه اللي على شكلنا وعلى وصفنا وعلى جنسنا ولا من مجاميع اخرى؟ هل انا استطعت بالشركات بتاعتي دي ان انا افتح شركات ما بين مؤسسات اخرى استطيع ان انا اجد بيني وبينها يعني شيء مشترك، تواصل مشترك، شيء مشترك، منفعه مشتركه ولا ما فيش؟ في هنا مؤسسات كتيره جدا في السودان، ما اعرفش كان 4000 او 5000 جمعيه وطنيه. في الجمعيات الوطنيه دي في جمعيات ليها ثقافات مختلفه كتيره. انا شراكتي مع مين فيها بالاضافه للشراكه مع الحكومه نفسها الوطنيه؟ ها، كيف ارى وانا اتشارك في مؤتمر ما ان انا بعمل مع الجمعيه دي او مع الجمعيه دي او مع الجمعيه دي اللي ليها ذاك الفكر او ليها فكر غير مغير لفكري؟ كذلك اذا اتكلمت عن دور المراه والشباب سواء كان مستوى الاقليمي، الصوره الذهنيه الاعلاميه عند المؤسسات، هل الاعلام سواء كان اعلام دولي او غير دولي او كذا عنده صوره ذهنيه عن العمل الاسلامي اللي 11 سبتمبر؟ كيف نغير هذه الصوره الذهنيه دون ان نتنازل عن قيمنا وعن ثقافتنا وعن شخصيتنا الاعتباريه؟ العمل في مناطق الصراعات المسلحه، مش اي مؤسسه، انا بقول لكم بمنتهى الصراحه، عايزه تجمع فلوس تروح بدون خبره وبدون معرفه وتعمل في مناطق الصراع المسلح. مناطق الصراع المسلح منها جماعات رسميه ومنها جماعات مصنفه اخرى، ويحكمها من خلاف ذلك اللي هو المنظمات الامنيه والاستخباراتيه المتناهيه الاطراف من كافه الدول في العالم. فحذاري انك تشتغل في منطقه من دول وانت ليس لك خبره. ان لم يكن لك خبره وعندك شيء ممكن تديها لمؤسسه معترف بها انت تختارها وتشتغل معاها وتكون هي الشركه بتاعتك. لكن ساعات الانسان بينزل في هذه المنطقه ويتصور صور غريبه الشكل فتاخدها مؤسسه اعلاميه. ويعني مثلا كان احد الاشياء اللي حصلت فعلا سنه 2003 او 2004، مش حاول اسم مؤسسه عشان ما يحصلش في حرج خليجيه يعني، والحمد لله بنينا البيوت في البوسنه وكذا وكذا، وكان رئيس المؤسسه مدير التنفيذ المؤسسه جه معايا ورحنا هناك. انا واحنا بنفتتح البيوت دي وبنزورها لقيت مجموعه من المصورين الارزائيه قاعدين بيصوروا الاخ لانه ملتحي، انت عارف ملتحي ولحيه وكذا، وكان شكله كده يعني ملفت للنظر واخد بالك بالنسبه لهم هم. ومن سوء الحظ ان هو بعد يوم مكان معين خلاص، فما لقوش حد يحط شورته الا هو. شفت قله الادب قد ايه وعدم وجود مهنيه عند هؤلاء الناس؟ باعوها لاحد فجي العربيه حتى في الصفحه الاولانيه خلاف اترشل من الوظيفه بتاعته. ليه؟ لان اللي بيصوروك هناك اللي هم قد يكونوا مع مؤسسات دوليه بيبيعوا صورك، لا تعرف الى اين تباع ومن يشتريها وكيف تستعمل. وده مهم جدا 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 بالنسبه للاعلام. الانعزال بتاعنا، هل احنا منفتحين على هل احنا اصلا منفتحين على المجتمع معنا ولا لا؟ دي نمره واحد. ثم هل احنا منفتحين على المجتمعات الدوليه؟
خطابنا الإعلامي هل هو لينا احنا وللمسجد والحارة وللزنقة، ولا هو للوطن والمجتمع والمجتمع الدولي والمجتمع؟ قلت شركات المؤسسات وكلمت عن شخصية رئيس المؤسسة وخلفيته، يعني أما أقولها تاني مرة تانية وثالثة ورابعة، إن رئيس المؤسسة لابد يكون قرآن مفتوح، كتاب مفتوح أو مقروء، لأن ما فيش حد هيقيم المؤسسة إلا بتقييم الرئيس في الأول، يا أما يفتح الباب يا أما يقفل الباب، مدير التنفيذي يفتح الباب أو يقفل الباب. فليس كل ما نحب يحبوه الآخرين إذا كنت تريد أن تعمل معهم، هذا مش فرض على الإنسان، بس دي تحديات موجودة، تحديات موجودة. الثقافة بتاعت المؤسسة وحقف أنا بس عشان تقولتين نص ساعة وأنا خدت أكثر من نص ساعة. لا ما تمت واصل ما قال ده رفع علينا العصاية في الأول. إخواننا التحديات موجودة، والحاجة أقدر من التحديات، التحديات الكبيرة بتاعتنا قلة الموارد المادية وقلة الموارد البشرية او انعدام الموارد البشريه. هل انا وانا بخبط على سد كده، لان الموضوع ده بقاله عندي بتاع يمكن قرابه 20 سنه، او ابني قيادات للمستقبل من الشباب ولا لا؟ ده تحدي كبير، تحدي خطير جدا جدا جدا. انا لن اعيش الى الابد، انا لن اعيش الى الابد، ولن اكون مبدعا لمرحله معينه، يأتي أخونا أصغر مني ياخد مني ويعدي كأننا فريق واحد، كل واحد فينا بيعطي العصاية للإيه أو القيادة اللي من بعده هو موجود. يعني كلمة تتعلمنا على إيد شيخ، دي الشيخ كان بيقعد يعلم مش ناس عايز القرآن بس والحديث والفقه، كان بيعلمهم السلوك، كان بيربيهم والأخلاقيات ها والتاريخ والثقافة خارج العمل اللي هو العلم الفقهي والديني إلى آخره. وشوف الشيخ كان موجود إيه، كان موجود ليه جزء ديني ها فقهي شرعي، وليه جزء مجتمعه في سلوكه هو، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن يمشي على الأرض. فبالتالي أنا لازم، وأنا التحدي الكبير أننا نفرض هذه المدات لهذا الجيل والمستقبل، ونخلي الشباب يخطئوا وإحنا موجودين وإحنا نصلح لهم خطأهم، ونمكن الشباب أنهم يكونوا موجودين في القيادة في الصفوف الأموية وإحنا وراهم، لأن في يوم من الأيام يعني يكون رئيس وزراء اسمه كده كندا، دي الرئاسة الثانية اللي خدها تيودور، تيودور وقبلك ترودو وقبلك، يمكن مكملش 50 سنة لسه، صح ولا غلط؟ واحد رؤساء الجمعيات بسم الله ما شاء الله رايحين على، وانا منهم الحمد لله، بس انا هربت كبرت يعني، من ساعتها عندي كم؟ كان عندي كم؟ مش فاكر انت؟ 24 وقبلك والحمد لله. فكل هذه التحديات مهمة جدا، ونكون صرحاء جدا 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 مع أنفسنا فيها. ليه؟ لأن في قاعدة لازم نتكيف عليها، نحن أجراء لدى الفقراء، الذي يدفع لنا رواتبنا هو الفقير والمحتاج والأرملة واليتيم، المال إلى الجمعية، ولولا هؤلاء ما منحتنا الحكومات أموال، ولولا هؤلاء المراكز وتحدثنا في التلفزيون والإعلام في كل مكان وكل زمان، هؤلاء فهم لهم الفضل علينا من. فلذلك لما ننظر احنا عاملين الهرم، قلبين الهرم، نعتقد أننا نحن الذين نمنح، نحن نمنح من ضعفهم لقوتنا، ونمنح من رزقهم لقوتنا، ونمنح من معاناتهم لسعادة أبنائنا. دي العلاقة بيننا وبينهم، العلاقة مش علاقة فوقية، علاقة من إحنا تحت هم فوق، والعكس ليس صحيح. المانح الحقيقي لنا هو الفقير، لأن لولا الفقير ما منحنا، ولولا الغريب والشريد والطريد والمغتصبة والأرملة واليتيمة والمسكين ما منحنا وما مكننا وما أعطينا كل هذه المراكز وما تبوأنا الأماكن. رفية لأبنائنا وقيادتنا من الشباب اللي هنعدهم
القادم. القائد هو الذي ربي قاده، والفاشل من القادة هو الذي ربي تبع. فحينما يترك تنهار المؤسسة، صح؟ صحيح. انهارت ولا لسه؟ لسه. الوقت ما خلص بقى هجيب لكم كلام منين يا رجال؟ خليهم يتكلموا هم كمان. طيب خير ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور هاني البنا على هذه الافادات القيمه التي اوردتها. نرحب بالذين انضموا الينا في هذه الدوره، وعلى راسهم سعاده السفير عطا المنان بخيت الامين العام لمنظمه الدعوه الاسلاميه، وضيوفنا الكرام ومدراء الادارات بمنظمة. كرسي يا رئيس، كرسي يا حبيب. ندعو سعادة السفير إلى حضور إلى المنصة. لا لا مش شكرا، هذا أمر، هذا أمر بيت بليل. لا 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 لا، والناس عايزين يسمعوا منك أنت كمان. لا لا بالله عليك، يعني المنصة مهزوزة بدون وجودك. قبل وصول سعادة السفير أحاول في عجالة أن ألخص، تفضل، أن ألخص بعض النقاط الهامة التي أوردها دكتور البنا في حديثه. بدأ حديثه بأن أولا هو يستخدم مصطلح الخلائقية وليست الإنسانية، إشارة إلى الخالق سبحانه وتعالى. ست أقسام: تحديات داخل المؤسسة، وتحديات داخل الدولة، وتحديات دولية. من بين التحديات التي هي في داخل المؤسسة عدم وجود كفاءات بشرية في المؤسسة، قوانين التسجيل والتشريعات والقوانين، هيكلية هذه المؤسسة هل تدار بواسطة مجلس أمناء، مجلس تنفيذي، عدم وجود تحديد واضح للصلاحيات، طغيان شخصية مؤسسة إذا كان رئيس أو مدير وما إلى ذلك، واضحة لدى المؤسسة أو المنظمة. أيضا من بينها عدم وجود شباب في المؤسسات، وكذلك عناصر نسائية، وعدم توريث الخبرة لهؤلاء الشباب. على مستوى الدولة هنالك أيضا: هل هذه الدولة تؤمن بالعمل الإنساني والعمل المدني؟ ضرب أيضا مثل ببريطانيا التي تخصص فيها الجمعيات الأهلية 74 مليار دعم هذه المنظمات والعمل فيها. القوانين التي تسنها هذه الدولة هل هي قوانين معيقة أم ميسرة للعمل الإنساني؟ الإعلام أيضا قد يكون أحد هذه العوائق، فربما يستهدف منظمة بعينها للقضاء عليها تماما ووصفها بصفات الإرهاب وما إلى ذلك. التطوع هل هو جزء من ثقافة هذه الدولة؟ يعني يتطوع أبنائها أم أن هذه الثقافة غير موجودة في هذه الدولة؟ من بين التحديات الدولية الحرب على الإسلام، ووصف الدول الإسلامية بالإرهاب، التضييق على العمل الإنساني، تضييق أيضا على البنوك بعدم تحويل الأموال في الأوقات المناسبة للاستفادة من هذه المشاريع. المؤسسات الأممية أيضا هل لهذه المؤسسة أو المنظمة سمعة ومصداقية ومسؤولية لدى هذه الدولة؟ أيضا مراكز المنظراتية أو العرابين كما سماهم أحد الإخوة، فهي التي ترصد ما تقوم به بعض المؤسسات وقد تصفها بصفات ليست موجودة. ثقافة المانح والدعم الحكومي، هذا أبرز ما جاء في كلمة دكتور البنا. الآن قبل الإخوة والأخوات للإدلاء بدلوهم، نعطي الفرصة لسعادة السفير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. أنا سعيد جدا أتكلم اليوم وأعقب على أستاذنا جميعا الدكتور هاني البنا. عندما كان يمشي على اثنين والآن يمشي على ثلاثة، يعني أربعة كمان مرة واحدة. فهو ظل دائما كما هو، يعني أنه أينما يلتف الناس حوله. وهذا الرجل بنى جيلا حقيقة من شباب العمل الإنساني في العالم الإسلامي. وهذا الرجل أنشأ أكبر منظمة إنسانية إسلامية في العالم، اليوم هي الغاية الإسلامية حول العالم. ذلك نقوم بهذا العمل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن
يتقبل منهم ويجعله بصحيح حسناتهم، وأن يكون هذا نموذج بالنسبة للناس كمنظمة ونموذج لغاية العمل الإنساني. دائما كنت أقول بأن دكتور هاني أنشأ منظمة من لا شيء ثم بعد ذلك تقاعد عنها وعمره لم يتجاوز 25 سنة، ولكن نجد في عالم الإسلام ننشأ المنظمات نبقى فيها باستمرار حقيقة، وكثير من الدروس ممكن تقال في هذا المجال. أنا لا أعلل على كلام دكتور هاني، بل استفدت منه وكتبت منه بعض النقاط، ولكن كان عندي ملاحظتين. الأولى، كنت وددت لو أن العنوان تقليديا عن تحديات العمل الإنساني، هذا عنوان تقليدي جدا، تحديات إذا لم نعرفها تفرض نفسها علينا مباشرة. ولكن مشكلتنا في العمل الإنساني في العالم الإسلامي هي كثير من العاملين والذين يتبنون العمل الإنساني ليس لهم بضاعة يقدمونها حقيقة، وأكبر تحدي حقيقة هو تحدينا نحن أنفسنا، لم نتجاوز أنفسنا في إدارة العمل الإنساني في العالم الإنساني. الجانب الثاني حقيقة هو مع الأسف عندما ننظر إلى تقارير المنظمات الإنسانية الدولية كلها، أكبر منطقة كوارث في العالم هي العالم الإسلامي كله، أكبر عدد لاجئين موجود في العالم الإسلامي، أكبر عدد نازحين موجود فيه، أكبر نسبة للكوارث موجودة في العالم الإسلامي. مع الأسف لا توجد عندنا منظمة إنسانية واحدة بمواصفات دولية تستطيع أن تواجه هذه التحديات على الإطلاق. منظماتنا كلها بعيدة جدا، مهما حتى بعض منها لا ينقصه المال لكن ينقصه المعرفة بعمل إنساني حقيقي. أنا أقدر تجارب بعض زملائي في بعض المنظمات الذين بذلوا جهودا كبيرا، لكن ما زال الطريق أمامنا كبير جدا حتى نصل إلى ذلك. أعتقد أن في عصر المنظمات اللي هي عصر ما بعد القطبية الثنائية اللي يسموه عصر المنظمات، تظل منظمات العمل التطوعي والإنساني والخيري كلها منظمات ستلعب دور مهم جدا في إطار الدبلوماسية الهادئة أو الدبلوماسية الناعمة soft diplomacy، أسسها ولها وسائلها. هذه الوسائل حقيقة ما لم يتحلى بها القائمون على العمل الإنساني نفسه لن ننجح في قيادة هذه التجربة. الشيء الأخير الذي يقف عنده هو أنه لننجح في التجربة هذه يا أخواننا علينا أن نؤمن بسنة التغيير. التغيير ليس في الأشخاص، الزمن يغير، لكن التغيير في طريقة العمل، في طريقة عمل منظماتنا، في أداء المنظمات مثل الكائن البشري خلاياهم تصاب بالمرض أحيانا وبالوهن. ما لم تجدد في أفكارها ونصوصها وطريقة عملها والقائمين عليها وأفكارها لن تنجح أن تقود هذه المسيرة على الإطلاق. ولذلك كل من يتخلف عن رغبة الإصلاح والتجديد والتطوير للمنظمات على الإطلاق. ولذلك أفتكر هذه هي التحديات الحقيقية، ليست النظريه تواجهنا في واقع. هناك تحديات تواجه منظمات العمل الانساني كله، نحن بعيدون عنها اليوم. عندما اشوف التدخل الطارئ مثلا، او التدخل في قضيه مهمه زي البروتكشن الحمايه، او التدخل في قضيه، يعني انا كنت في القمه الانسانيه الدوليه وكنت شاركت في كثير من اجتماعاتها قبل وبعد، كنت اتعجب يضيف نقطه مهمه جدا، انوفيشن الابتكار، مش كده؟ انوفيشن الابتكار. ليش الابتكار؟ لأنه إحنا أصلاً بتذكرنا، لكن لما تقرأ الأمام تجد أنه الابتكار مهم جداً. ما لم نبتكر وسائل وطرق نجدد بها مسيرة منظومة العمل الإنساني الدولي نفسه لن تنجح هذه المنظومة وتواجه التحديات التي أمامنا. لذلك أنا أعتقد بأنه ما قال أستاذنا جميعاً أستاذ الأجيال هاني البنا تدخلات مهمة وكبيرة، وأنا أرجو أنه نقاشنا ينصب في هذا الجانب، وأرجو أن نستضيفه مرات ومرات في هذه المنظمة وفي منظمات أخرى حتى نفيد من علمه. نفع الله بك دكتور، بارك الله فيك. شكرا جزيلا سعادة السفير عبد المنان بخيت على هذه المداخلة. تفضل أستاذ عبد القادر. طيب حقيقة أنا أفضل أن أفضل المداخلة دائما أقول الدكتور هاني، وحتى تصرفت بالعمل معه 6 سنوات. لا عشان انت عشان بي بي سي. طيب حقيقة يعني هذا هو كلام بسيط في حق اخونا الدكتور هاني،
أشرفت بالعمل معه لمدة 6 سنوات في منظمة الإسلامية في الرياض. أنا حقيقة أقوال الدكتور هاني غايزة من التواضع عن الأشياء. منظمة الدعم الإسلامية حقيقة بدأت بسهولة. وهو لا يريد أن يقول إسلامك الغاية الإسلامية عبر العالم. إسلامك بليد ويرلي واحد. بدأت في الدول من زمان. عشان أقوال الدكتور هاني لتواضع كثيرة. هذه المنظمة العملاقة اللي يمكن تكون موجودة في أكثر من 120 دولة. بدأت في النويبع. بدأت عن طريق الدكتور هاني البنا في زيارة السودان أثناء المجاعد في السودان. 84 من بداية 84 فعمل صيحة. هذه الصيحة ولدت أكبر منظمة في العالم. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنا أفتكر أنه الدكتور هاني الكلام كان بيقول فيه اصطحب معه من البداية التحديات التي تواجه العمل الإسلامي عشان يصطف يكون في الليفل في الدعوات العالمية حقيقة. أنا قبل ما أتصل بمنظمة الإدارات الإسلامية عبر العالم اشتغلت 20 سنة في منظمات أجنبية أوكسفام لا انترناشونال انترميت تكنولوجي. لكن لما جيت سنة 2003 أو 2004 أنا ما حسيت إطلاقا أني انتقلت لمنظمة ما قبل بنفس المنهج بنفس النظم بنفس الأسس. ما شعرت بغرابة حقيقة وشعرت بأنها منظمة موجودة باسمها Observer في الدول المتحدة. طبعا لقيت الأسس كلها موجودة زي ما في أوكسفام زي ما في جرمين تكنولوجي زي ما في المسألة اللي تكلم عنها أخو الدكتور هاني يجب أن تكون يعني هو خلى وراءه حديثا هو كان وختم حتى ب 25 سنة كأنه للإمباكت بتاعه شارك في رسبع سنة من أجل أحسن عشان كده زيحة. أنا دار أقول يتكلم عن أنا بطلت الشغف بتاعه الكلام اللي كان بيقوله في وراء. أنا قلت المدير بتاع الإغاثة الإسلامية عبر العالم في الإستلام إيه اللي هي وراء جزء منها وكنت ماسك على الغزال الكبرى. الكلام اللي قاله الدكتور هاني أنا مشيت وراء كان معي اليوم أجان كان وزير الداخلية كان معي في دردو. أنا كنت بخش المنطقة لأن الإغاثة الإسلامية كانت تطلب من تطلب أنها التزمت بالمواثيق الدولية لعمل الإنسان وعندها في الصور. المنظمة اللي اشتغلتها World Vision هي The Christian Organization اشتكونا قالوا لازم بالملو كنا نعمل في الموية. كان عندنا أكبر مجمع للحفريات في منطقة وراء. عندنا ريكس هيفي ديوتي ريكس حفرنا بيه بدينا بالمون بدينا بمراكز صحية. دين أيانج أبو أليو كان الأدمن مانجر بتاعي في وراء متمرد لكن ما بدون يتكلم عن الإغاثة الإسلامية لا منظمة أجنبية ولا جنسية ولا زلف ولا عمدة ولا حج. فأنا دائما أقول أخوانا المسائل اللي تكلم عنها أخونا الدكتور هاني في جوال قريب بس لو في هاتف جوال في جوال طيب دائما أقول التحديات اللي ذكرها هاني حقيقة أنا استغربت من المنظمة الغربية لكن لقيت الفائدة كبيرة. فالدائرة أقول يا أخواننا التحديات الداخلية والخارجية أنا أتمنى دكتور هاني دائرة دكتور هاني إن شاء الله الورقة يكتبها بالتفصيل المميز ويخليها لنا هي نمسكها حتى حتى نعمل لها أنا لسه نمسك فيها point by point. أنا أفتكر الكلام غير مميز. شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر. قبل أن أفتح المجال للإخوة والأخوات رجاء أن نخصص من 3 إلى 5 دقائق لكل متحدث حتى نتيح الفرصة لأكبر عدد من المشاركين. فرجاء الالتزام بعامل الزمن حتى نستفيد جميعا. أرجو من كل واحد من الإخوة والأخوات أن يعرف نفسه والجهة التي يمثلها قبل أن يأخذ الفرصة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مدير منصور جمعية العمل المباشر الكويتية.
الحقيقة أول حاجة سعيد جدا بهذه الفرصة وبحضرة الأستاذ عبد المجيد كياري هو مدير المنظمة. نقول تو هو جاء السودان والآن استلم المكتب مغرب الجنسية. نحن نرحب في هذا اللقاء. أقول يعني أول حاجة سعيدين بهذه الرؤية في كيف نواجه هذه التحديات. أنا أقول لشيخنا عن البنا نحن ليه في نفسه لما نواجه التحديات بسؤال يطرح نفسه ليه نحن في المنظمات بس يصيبنا يعني أو يصيبنا الفشل نريد لما نواجهنا بعض التحديات. ثاني ثقافة الوقت أين نحن منها الآن لما المؤسسات الدولية أو البنوك تحكي عنها أو تدعي الاتهامات الباطلة أو غيرها لماذا لا نحن نقوم بمشاريع وقفية حقيقية نواجه بها التحدي. أنا أريد في هذا المجال يعني سعادة الدكتور شكرا جزيلا. تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فاتح عبد الرحمن يا رب العالمين. طيب من التحديات الخارجية التي ذكرها الدكتور الوصمة بالإرهاب من باب التجربة كيف تم التغلب على هذه المعضلة وهل كان ذلك التغلب فيه كان فيه خصم عن فكرة المنظمة أو أسلوب المنظمة أو نشاط المنظمة. تفضل أستاذ مدير. خلائقية. خلائقية. أنا الخلاق، لكن أنا أريد أن أشرح أكثر يعني وضع الجانب الدارس عن الإنسانية ثم الأمر الثاني الخلاق. الخلائقية. الأمر الثاني في التحديات التي ذكرها الدكتور هاني قلة الموارد المادية بالنسبة للمؤسسات الإنسانية. لكن أنا برأى إنه قلة الموارد المالية في بعض المؤسسات عندها موارد مالية كثيرة، لكن حقيقة عدد التجارب مع الأخوة الأتراك. بالنسبة لحجم. فلو عملنا مقارنة للعمل المالي في مؤسساتنا المؤسسات كثيرة متعددة نجد العمل الإداري نسبة الصرف فيه تقارب ثلثي الميزانية. وهذه من المعضلات لأن هذه مؤسسة طبيعية. أنا عملت كثير من المنظمات التركية تجد العمل الإداري لا يتجاوز 20%. لذلك هذه المعضلات نريد أن نسمع في ذلك. جزاك تفضل أستاذ ربيع. الحمد لله والصلاة والسلام. السلام عليكم. ربيع إبراهيم أحد الرائد حضرات التدريب. كنا يوم سنتين أو ثلاثة في المعهد نشر أقيمت دراسة عن
المخاطر المالية للمنظمات الصوعية كانت بشرط كرهان. فمسألة إزالة المخاطر المالية للمنظمات، يعني المفهوم إذا المخاطر المالية لما بتكون في المؤسسات المالية هو أحرص عليها وبتكون فيها إدارة، لكن مسألة يعني تمكين قيمة التنبه للمخاطر المالية في المنظمات دي كانت حديثة. والشاهد هنا في المعهد اللي كان في دراسة، فيا ريت لو تدينا إضاءات على الدراسة والنتائج. بس ندي لك فرصة أخيرة. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بدءا أشكر كل شيء لإخوان المنظمة الإسلامية لهذه المادة الطيبة الكريمة، وهي طلبت بصدارة الدكتور العلامة ثاني أبنى في مهارها لكي نستفيد نحن في قبيلة محمد الطائب الإنساني في السودان من تجاربه سبب يحيى الباشي، يحيى الباشي الهيئة العالمية للتنمية والصحراء سابقا. أنا أفكر إنه الدكتور روسي يعطينا الضوء على نقطة مهمة جدا أراها من الفترة المهمة، اللي هي عدم التخصصية، عدم التخصصية من الحاجات اللي أنا أفكر إنها تؤدي أمام العمل الطبي والإنساني في الأمريكا وعند المجتمع الإسلامي. على سبيل المثال خلوة داري عمل خلوة، عملت مركز أيتام داري كلنا نعمل مركز أيتام، خلاص الآن الدكتور جالسين نجح تماما في عمل مركز أيتام، أنا داري عمل مركز أيتام، الآن حتى بنال بعض معه، اللي أنا يكون في نوع من التنافسية ودور المتحدة الثانية، أنا عجبني مرة كنت مع الدكتور أحمد السنوسي يقول لي أنا ممكن أنا قاعد في المكتب في السودان وأكون اشتغلت في الرنج واشتغلت في وارا واشتغلت في رومبير واشتغلت في يوبر وغيره، ممكن أنت قاعد هناك أنا، أي بمعنى آخر أنا في منظمات طبيعية شغالة ولي تنسيق معاها بنفذ نفس الشغل اللي أنا دايره، بلغت التعقيب والتمويل بتاعي للأسف كنا نفس الفرد يعني الدوري تقريبا. لكن الروح التنافسيه انه انا داير امشي اعمل الذبيح في جوبا واعمل في وارا واعمل في المنزل واعمل في اويل، وانا لازم امشي افتح خلوه هناك عشان اودي حاجاتي واصور وجاي ممكن غيري يعمل. فانا فكر انه الحاجات او الناس سلطوا الضوء عليها لتكفي العمل الفرعي الانساني ان شاء الله. بس استميحكم عذرا في ان أعطي الآن الفرصة للدكتور هاني ليعلق سعادة السفير عشان يجاوب، وسعادة السفير أيضا للتعليق على ما ورد من استفسارات ومداخلات من الإخوة، ومن ثم نعود ونفتح الفرص مرة ثانية إن شاء الله. بدر الدين أبو دولح، لماذا نفشل عندما نواجه التحديات؟ هو مواجهة التحديات إيمان، يعني لما حصل 11 سبتمبر وكنا احنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون افتكرنا فيلم امريكي، يعني كان على الهواء بتاع ده ومش عارفين مش مصدقين ان دي بتحصل واصبحت حقيقة. فكان عندنا لقاء مع وزير التعاون الدولي يوم 13 قلنا اكيد اللقاء ده هيتلغي، ما خفناش نرفع سماعة التليفون ونكلمها في المكتب، كلمناها قالت لا انا عايزاكم، لما رحنا قعدنا معاها قالت انا لو ما قابلتكوش هبقى اديكوا رساله انا مش عايز اتعامل معاكم وانا عايز اتعامل معاكم، قلنا لو احنا عايزين نتعامل معاك. بس اللقاء ده حصل ليه؟ لان قبلها ب 10 سنين هم كانوا عارفيننا شايفيننا بنتصل بيهم يعني واثقين فينا بيدافعوا عننا الى اخره. كنا بنتوضى في الحمام، بنتوضى فين؟ على الحوض يعني.
كنت انا وكان معايا اخ اسمه احمد ومسؤول الميديا اللي هو الكمبيوتر واخ اللي بتاع الاعلام. الاعلامي ما كانش ايه رايكم بقى احنا نوطي راسنا كده ومفيش داعي الطيار اللي جاي ده. كان دايما كده 14 او 15 او 16 سبتمبر مش فاكر بالظبط. واحنا بنغسل ايدينا في ايه في الحمام يعني. فكان الرد تجي قطعي لا يمكن ان ما يصيب المسلمين في الغرب يصيبنا ونحن جزء من هؤلاء. لو وطينا راسنا دلوقتي هتتقطع وكأن على راسنا ايه بطحة. فلو انت مؤمن انك انت صاحب قضية هتواجه ايه العواقب او التحديات. لو انت مش مؤمن وخايف خلاص بانك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وفعلا لدرجة ان في يوم من الايام كان بتتصل بينا اللي هو الراديو في ايرلندا وجايبين نائب رئيس الحزب المعارضة اللي كلم عندنا كلام سيء وخرب بينا بمؤسسة اخرى وكذا 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 وكذا. وكان اللقاء معانا بنفسه دخلت عليه في اللقاء على الهواء كالبولدوزر لدرجة ان خفت من جلسة مش عارف اني عين فيهم كأن في عيني الواحدة من العينين دول صاروخ نار من كتر اللي هو الشد الاسترس اللي هو الايه الاجهاد العصبي. وان انت قلت له شوف انا محملك مكتبنا في امريكا حصل له حاجة نتيجة التصريح انت عملته في الجريدة دي انت المسؤول. قلت له مين جاب سكرتيرة تجيب سكرتيرة مش فاهمة الفرق من الجامعة دي ايه وايه وايه كم ده كان ايه كان في سبتمبر او في اكتوبر. بفضل الله سبحانه وتعالى ما سحبناش ما قفلناش مكتبنا في افغانستان. ففي نوفمبر بعد ما وقفنا بعد المؤسسة ما وقفت الوقفة دي في سبتمبر في نوفمبر ما لقوش حد يعمل تقرير للحالة الإنسانية اللي هم النازحين في الداخل إلا الإغاثة الإسلامية اللي ما قفلتش مكتبها وخرجت سحبت موظفين. فجي مندوب الإغاثة الإسلامية اللي كان في أفغانستان وكلم المجلسين المجلس بتاع اللوردات والمجلس بتاع الايه العموم في نفس الوقت ده. فلو انت صاحب قضيه او الاخ اللي سال السؤال ده لن تتنازل عنها وهتقف بقدر ما اعطيت من امكانيات. الدكتور سعاده الشبيب هو السؤال الثاني وصف المنظمات الاسلاميه بالارهاب كيف تتغلب على هذه المشكله. انت اصلك موصوف شوف هذا الوصف لكي يعيقك. في مثل كده تعلمناه يعني وتعلمونا سعادة السفير اعمل الصح يحتال عدوك فيك. احضر المنتدى احضر اللقاءات احضر قم بالمبادرات تواصل مع الكثير مهما اتهموك خدهم للمحاكم وخدهم المشكلة. لابد ان انت العمل بتاعك او المسيرة بتاعتك لا تجعل احد يوقفك فيها. كيف نواكب المواكبة؟ المواكبة ما أنا بقوله يعني أقول إيه تاني يعني أقول لك حط الشباب جنبكم عشان مش ده حيجيب مواكبة يعني لازم أقول لكم لازم أنا متخلف يعني ما هو مين اللي هيفهم يعني اللي أنا بعمله دلوقتي بالتليفون ده لو أنا ابني مش ماسك التليفون اللي بعمله هيعمل حاجة أحسن مني 100 مرة. أنا جاي وقاعد فين الأخ بتاع الإعلام اللي هنا وقعد بمسكه يمين والحق وعمل التليفون كده. لكن لو الولاد الصغيرين بتوعنا عنده كم جامعة عشان 25 جامعة في الخرطوم بنعمل بيهم ايه؟ ها؟ عندكم يعني موارد بشرية خرافية خرافية. دي المواكبة ان انا اجعل الجامعات دي والمدارس الثانوية هم المعين ليا والمعين ليا من أبنائنا وبناتنا اللي فيها. دي المواكبة. ارتفاع الصرف الإداري إلى نسبة الثلثين في بعض المؤسسات كيف أيضا تغلب عليه؟ أنا يعني أقسم المؤسسة. هو طبعا ما فيش حاجة اسمها نسبة واحدة للصرف الإداري. يعني لما كان في حرب ما بين الشمال والجنوب في السودان في الماضي كان ساعة الشتاء بتغلق الطرق
من عشان الأمطار، كانش في طرق معبدة، فكانت تضطر الأمة أنها تعمل إسقاط قوي. الإسقاط القوي ده كان يصل لستين إلى سبعين في المية، لأن ما فيش أي وسيلة لإنقاذ هؤلاء الناس إلا بالطيارات. لا وفي نفس الوقت كان في بعض الدول ممنوع نقل المواد الإغاثية والغذائية عن طريق النيل، لأن هيستفيد الأول منها الشمال أو الخرطوم ساعتها. فكان في حالة زي كده هو أنت مضطر عشان الناس ما تموتش إنك تستعمل الطيران. لكن المصاريف الأدرية بتطلع من 5% إلى زي ما حضرتك قلت 20%. يعني هو الأحسن ده على مستوى المؤسسة كلها، 20% على مؤسسة دولية مش مؤسسة محلية. فكل مشروع بيكون مصاريف إدارية على حسب المشروع نفسه. يعني في داخل مؤسسة مشروع بيكلف 30%، يعني أنت محتطلع بالشاحنات ثم بالحمير على الجبال، الحمار اللي تكلفة والشاحنة اللي تكلفة، وعشان تطلع المواد الغذائية على الجبال في وسط أفغانستان في وسط التلج هتطلع التكلفة بتاعتك من 10-15 ل 20% 25-30%. فكلها لا تقاس يعني بمسطرة وألم فقط كده. في مشاريع ب 5%، في مشاريع ب 10%، ومشاريع بتعدى نتيجة للظروف اللي تحيق أو تحيط بهؤلاء الناس. شرح مصطلح الخلائقية. أنا بس في عجالة إنني أرى مشايخ مشايخا لا أرى مشايخا مش مشايخ شيوخا أخذ أينعت ولم يحن قطفه. الخلائقية ده يعني رؤية أنا بشوفها ربنا أكرمني بها، إن إحنا لما عملنا في العمل الإنساني المشرع للعمل الإنساني هو الإنسان، فالإنسان يعني استأثر بهذا الخير ونسي كافة الخلائق التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وأهم هذه الخلائق هو المناخ اللي احنا عايشين فيه ده كله، المناخ الذي يخدمنا والحيوانات والطيور وإلى آخره، لأننا البشر دلوقتي وأصبحت مصلحتي الأولى هي كذا. أما الخلائقية وده المرادف الآن، فإننا بجعل المشرع فيها، وهو طبعا مش أنا اللي بجعله، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، أن المشرع فيها هو الخالق، فمرجعيتي تكون للخالق وليس للخلق، والخلق يأخذ تشريعه من الخالق. فلذلك المشرع في الخلائقية هو الله سبحانه وتعالى، والمخلوق اللي هو حضرتك وحضرتي أكون أنا القاضي الذي أدير هذه الأعمال أو الشاهد أو إلى آخره. فحينما أنسى أرجع لمصدر التشريع، فأرجع لمصدر التشريع اللي هو أنا، فإنسان بيرجع الإنسان غير إنسان بيرجع الخالق. وضحت؟ لو أنت فهمتها أنا مش فاهمها. أيوة حبيبي. الآن يعني يقول العنوان بتاعنا الأمام تحديات العمل الإنساني في أفريقيا. من تحدياتنا لأننا نكون مبدعين. من تحدياتنا زي ما كان. هيجي لك ده تعرف من مين؟ من العيال الصغيرة اللي انت بتقول لهم بس يا بنت وبس يا ولد. وصلت؟ وضحت. انت مشرع ولا الرهوة المشرع؟ خلاص يلا طب. انا مش فاهم انا قلت ايه، بس الحمد لله فهمت يبقى خلاص. يجيب شاي ولا شاي؟ سادة ولا حليب؟ سادة وحط صباعك فيه. كويس. بدي اسال بقى لساعات السفير بقى. طيب يا عم انت المحاضر. السؤال عن كيفية إزالة المخاطر المالية والتغلب عليها بالتكتل. مشكلة المخاطر المالية عشان نكون بمنتهى الصراحة هي موجودة في دولة واحدة حكمها في كل هذه المناظر FATF مش عارف تافت ولا FATF ها فاتف في واشنطن دي سي. حاولنا مع الأوروبيين والبريطانيين وكذا يعني ما عملوش حاجة، عملنا مؤتمرات، لكن هذا لا يعني أننا أتوقف عن المطالبة بحقي. فذلك لما كنا نتكلم في الصباح في الجلسة الصباحية كان سؤال السؤال ده عن اللي هو التمويل الإنساني الإسلامي
وازاي مؤسسات الامم المتحده بتعطي تمويل يعني بتطلب الزكاه مننا. انا لابد لو اعطيت الامم المتحده اموال المتحده تعالي وارفعي عني هذه الغمه، لانك قادره كمؤسسه حكوميه ان تتحاوري مع هذه الدول وتجعل قوائم بيضاء من مؤسستنا. لا تاخذ دون شروط منا لكنا ان احنا كحكومات وكمؤسسات بندي ناخد صوره. طب فين طالبك؟ يعني ما فيش اي دوله او اي مؤسسه اوروبيه تعطيك مال الا لما يكون عندها شرط. شرط انا بعطي مال يعني بدون شرط، لا انا عايز اعطي مال يكون مشروط. انا عندي 500 مؤسسه في العالم الاسلامي او 400 يا سيدي، دربوهم يا سيدي، مكنوهم مكنوهم والاخر حطوهم في قائمه بيضاء تستطيع انها تعمل. مش بقول لك العشرات الالاف، اختار لنا 100 ولا 200 ولا 500 ولا اختار من كل دوله 10 ولا 20 مؤسسه يعني اكتملت المعايير فيها. لكن ان تاخذ الاموال دون ان يكون عليك شرط، ده انا ضده. مشكلة انعدام التخصصية. عجل السفير بقى تديها للسفير ده عديها عليه. متخصص يا عم؟ لا ده انت ابونا كلنا، انت ابونا وخالنا وعمنا. ها؟ انا هقول لك حاجة، مين سأل السؤال؟ تخصصية. طب انت متجوز، هتودي مراتك لنجاري ولد؟ ها؟ لا. ليه لا؟ ما راجل طيب. ها؟ ايوه. احنا في حياتنا الخاصه بنختار احسن متخصصين، في حياتنا العامه والمال العام بنكون متسيبين، وده خطوره جدا في تركيبتنا الشخصيه. لما اجي اشتري بيت بقعد اعمل عليه بحث زي ما انتوا عايزين، عربيه بحث زي ما انتوا عايزين، حتى زوجتي لما بتروح تعمل التسويق بتشوف تقعد، لو انت بتروح معايا يعني، انا بروح ممكن تروح مع زوجتي مش كده، هي اختك ما بروحش. انا لما بروح معاه بستعمل كل وسائل الصبر ان انا بمشي من رف لرف، تقول لا ده غالي ده رخيص ده غالي ده رخيص، فهي بتجد ارخص الاشياء باحسن الاسعار. فبالتالي انت متخصص في الحته دي، فلذلك التخصص اللي احنا بنجيب اهل الثقه في المؤسسات، ما بنجيبش اهل الايه الحل والعقد واهل الخبره والكذا وكذا الى اخره. وده شيء في انكفاءة شخصية عندي، ممكن تعطي السفير يكمل فيه وأنا بأشرب حبة شاي. أنا دار أعلق على قضيتين، أذكر بقضية واحدة ذكر الأستاذنا هاني، هي قضية الانفتاح على الآخر. وأنا أفتكر قضية الانفتاح على الآخر في منظمات بالعالم الإسلامي شكلت مشكلة كبيرة جدا. احنا قبل سبتمبر 11 كنا بنشكل تيارين، كان في تيار اسمه مجموعه المنظمات الانسانيه الاسلاميه عند فلسفه عملها والياتها وكده في المنظومه الدوليه، وكان في حاجز كبير جدا بين الاثنين دول. طبعا هاني كسر الحكايه دي بجانبين، وده يحمل له حقيقه، كسر في الاغاثه الاسلاميه لما عمل منظمه ذات مرجعيه اسلاميه لكن بتعمل بالطريقه الغربيه في العمل بتاع التنفيذي والمؤسسي والحرفي والمهني، وعمل مرة ثانية لما عمل الإسلاميك فورم وحقه نتكلم عنه، لأنه حقنا صوت المنتدى الإنساني واحد من أهم اللي شافه إنه جمع يعني جاب الغرب والشرق مع بعض حتى واحدة. فلذلك أنا أفتكر إنه قضية الانفتاح على الآخر والمشاركات أنا مرات بشتغل بمنظمات، أنا أديكم نماذج حقيقية. يعني في مؤتمر دولي ماشيين شارك فيه يقول لك ده ما عنده شغله، كلها مقضيه لاي مؤتمرات ما تعرف، لاقي المنظمات بيعمل فيها ايش، المؤتمرات بتجيب لنا ايش. ده يا اخوانا خلينا بننعزل من المنظومه الدوليه الانسانيه الموجوده. ما بتتم الحكايه دي الا بالشراكات الدائمه معاهم في مؤتمراتهم في لقاءاتهم في ندواتهم، تشارك وتتكلم حتى تبقى انت جزء من المنظومه، يعرفوك وتعرفهم. وكله يا اخوانا الحواجز بتحصل بيناتنا دي، ما بنعرف بعض البعض بصوره كويسه. فإذا كان أبتكر أنه الجانب ده بتاع الانفتاح على الآخر والمشاركات والحضور الدائم بالنسبة لمنظماتنا قضية صحيح مكلف، لكن يا أخوانا ريواردينج. أنت مرات يعني الناس اللي بيشتغلوا في التجارة زول بيقوم يعمل ليه مشروع عنده تكلفته تكون محدودة. أوه دكتور أنا مستغرب الجايدة مين الناس تكلموا عنه كده. أهلا وسهلا يا دكتور، ده واحد من 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 منظري العمل الإنساني في العرس. مرحبا بك سيدي، مرحبا. أنا أول مرة أشوف دكتور هاني يقول كم
انا بقول كما قال دكتور هاني انت بتقول لي شكرا. فانا افتكر حيث يبلع يبلع. انا افتكر دي القضيه الاولى كنت انا اعلق عليها. القضيه الثانيه ودي حقول اتكلم فيها كثير لان منظماتنا عندها الانطباع على الاجزاء وده ضربين ضرب بليغ جدا يا اخوان. احنا عندنا اشياء كبيره جدا مقدمه. انا افتكر المنظومه الدوليه في المصطلح احنا المصطلح الانساني سبقنا الغربي عليه ما حنقدر نغيره الان لانه ما دخلنا معاهم فيه. الابتكار الان لمنظومه يعني احنا بعد القمه الانسانيه العالميه بيتكلم عن اعاده تشكيل المنظومه الانسانيه. ما في مساهمات عندنا، لا عندنا افكار لا عندنا ابتكارات لا عندنا اراء جيده قدمناها ولا عندنا مساهمات قدمناها في الحكايه دي. انا ادي نموذج بسيط جدا. لما العالم انتقل من الميلينيوم ديكلاريشن اهداف الالفيه اهداف الالفيه انتقل للسستينبل ديفلوبمنت، ما هي نفس الاهداف بس غيروها شويه. المنظومه دي عشان حصلت اخواننا المنظمات الغربيه دي كلها عينت متخصصين بالنسبه لها كيف ينتقلوا بالمنظومه دي. لا انت منظمات انسانيه، ما المرجعيه عندك بقت كده. المرجعيه الاولى كانت اهداف الالفيه، اسعى المرجعيه بقت سستينبل ديفلوبمنت التنميه المستدامه. عشان تعمل الحكاية دي كان فيها تنظير ضخم جدا. أجابتها متخصصين غربيين أمريكان وبريطانيين اشتغلوا معهم أكثر من سنتين الإغاثة النامية البريطانية أنه كيف يقدر ينتقلوا بالحكاية دي. إحنا كانوا علينا ليل حتى بحق جزء منظومة الدولية كيف يعني. لما جينا إحنا مرة نتكلم عن منظمة الدعوة الإسلامية أنه خطتنا الاستراتيجية تقوم على أهداف التنمية المستدامة كان حكاية غريبة جدا على الناس. ايش غرضنا ايش بالتنميه المستدامه؟ لانه انت الدول الشغال فيها دي وين زي ريبورت الان بس عن اهداف التنميه المستدامه، ما عندهم حاجه ثانيه غيرها. يبقى ده الكلام اللي قاله يعني هاني في بدايه كلامه قبيل انت بتاع احنا عاوزين نعمل ما نحبه نحن وما يحب ما يريده الاخرين. احنا عاوزين نعمل ما يريده الاخر، ما يريده الفقير، ما تريده الدوله. استاذ هاني انا بختلف شويه في حكايه الخلائقيه. انا افتكر انه انت تكلمت عن المرجعيه التشريعيه. أنا حقول أتكلم عن المرجعية التنفيذية. المرجعية التشريعية صحيح إحنا كمسلمين ما سعنا حتى اسمي لو قطر الخيرية مرجعية إسلامية ما في شك. الهلال الأحمر ما سمينا فيه اسم إسلامي زي منظمة الدعوة زي الإغاثة الإسلامية. دي المرجعية التشريعية بتاعتنا مرجعية إسلامية. دي ممكن نتكلم فيها عن الخلاقية أو الخلقية الخلاقية. لكن العمل التنفيذي ما عنده مرجعية تشريعية، عنده مرجعية تنفيذية. فالمرجعيه التنفيذيه دي يا اخواننا هل نحن نتكلم عن الانام؟ انا كم مره قاعد اقول المصطلح بتاع هيومانيتيريان قاصر بقى مصطلح معمول والغرب قالوا لما يتكلم عن الهيومن بينج عن الانسان بس. يعني لا يتكلم عن الله يكرمك عن الحيوان ولا يتكلم عن النبات ولا يتكلم عن البيئه وطبعا يتكلم عن الحكايه دي. اعتقد المصطلح البسيط بتاعنا بتاع الخيريه العمل الخيري مصطلح اوسع واشمل بكثير جدا. لانه انا بعمل عمل خير في كل مكان، بعمل عمل خير للانسان وللحيوان وللنبات ولكل الخلايق بعمل عمل خير ودل مفطور عليه الإنسان. فيبقى المرجعية التنفيذية حق تكون هي الخيرية، المرجعية التشريعية تكون هي الخلاقية. وعفوا أستاذ شكرا لك. أنا خدامك يا سعادة السفير وبس. في حاجة تانية لا في بس سعادة السفير يتكلم عن العمل الدولي اللي احنا بنتكلم فيه وازاي نتواصل مع الآخر. أنا حصل لي تجربتين حولها لكم. الأولى كنت في جنيفا في حاضر مؤتمر لور آي إيه سي لكل مؤسسات الأمم المتحدة المشرعة داخل الأمم المتحدة اللي بتؤطر لتشريع العمل الإنساني. وأنا ساعتها شعرت إنه وكأن الإسلام وكأن العمل الإسلامي بيضرب بدون تصريح بل تلميح ويقرن بالإرهاب. انا لما بتنرفز ببقى شكلي مش كويس، بس في الوقت ده رفعت ايدي من صوتي وقلت لهم انا اشعر ان هناك كلام مش عارف 2008 2009 لا 2007 او سنة 8 حاجه زي كده. اشعر ان هناك تغليف لاتهام الاسلام بالارهاب وهذا خطا ولا يناقش في هذا المجلس. الاسلام دين اتى وانشا حضاره استمتع بها الإنسانية لمئات السنين. الإسلام يكون حوالي ربع أو نصف سكان أو ثلث سكان العالم، والمسلمين ممثلين في كل المحافل الدولية، فلا يتهم الإسلام. وخرجت على أن أنا كلمت الكلمة دي
ومشيت يعني ودخلت الحمام ورجعت تاني. فمن الذي أتاني؟ وكأنك تقول كلمة فتقع في قلب آخر. الذي أخذ الكلمة بعدي اللي هو مسؤول كاريتاس الكاثوليك، وتحدث عن معاناة الكاثوليك في أوروبا وكيف أنهم كانوا يعانون نفس المعاناة التي يعاني منها. ثم أتاني فيما بعد شخصية كنت أتمنى أن ألقاها من سنين. أتعرفها؟ كلا. وربك عم يا أخي العرب. اللي هو رئيس برنامج الغذاء العالمي، هو اللي أتاني يعطيني الكارت بتاعه تعالى زورني فروما. كنت أنا حلم من أحلامي إن إحنا نعمل علاقة ما بين الإغاثة وبرنامج الغذاء العالمي، اللي هو اللي هو أكبر برنامج للأمم المتحدة اللي فيه كذا وكذا وكذا وكذا. فذهبت إليه طالبا منه وليس طالبا مني، لأنك في مجلس من المجالس قلت كلمة وقعت في قلب أحدهم، دي نمرة واحد، ولم تقال هذه الكلمة إلا حينما فتحت لك الأبواب لكي تجلس في هذا المجلس ومع هذه العليا من القوم اللي هم المؤطرين للعمل الإنساني داخل الأمم المتحدة. الثانية برضك عن المجتمع الدولي، كنا في روما برضك في جلسة من جلسات البرنامج الغذاء العالمي، وكان معايا الدكتور محمد عشماوي اللي كان رئيس الإغاثة الإسلامية في الوقت ده، وأنا كنت منتدى إنساني غلبان كده، منتدى يعني زي ما أتكلم يعني سعادة السفير كده. فأنا كنت أعرف مسؤولة البرنامج اللي موجودة في اليمن اللي هي كانت مديرة مكتب رئيس البرنامج اللي أنا قابلتها هناك، بتاع دي عراقية، قلت لي أنا عندي فلوس لليمن ومش عارف أوديها فين. قلت له تعالى يا محمد، محمد برضك أنا زيه يحب يهبر. فقعدنا مع بعض على الغدا، احنا الثلاثة. قلت له هاتي ما عندك، قالت لي عندي كذا، هات ما عندك، انا عايز 100 مليون. قلت له يا ابني استنى بس، خد 10 في 10. بعد ما خلصت ادونا 1,000,000 دولار في جلسه شاي على غدا في روما. ده ما بيتفتحش الكلام ده يا اخواننا الا لما كنت عندك مسيره. انا الشهر في ديسمبر دعيت لجلسه خاصه لهذه المؤسسه في احد المؤسسات فيها الأمم المتحدة. الذي دعاني قال لي كلمة في الجلسة الخاصة دي، قل لهم يخرجوا من الأبراج العاجية اللي هم عايشين فيها وخرجهم منها وما يهمكش، لأنهم أصبحوا موظفين معزولين عن المجتمع. أصبحت الأمم المتحدة يعني مكاتبها زي القلاع، تخشها بتجاهد وتفتيش ومش عارف، فالناس بتخاف تخش، خلاف اللغة خلاف كذا خلاف كذا. فاللي وصاني أن أحضر الجلسة دي وأتكلم قال لي خلينا نخرج من هذه الأبراج العادية. كل هذا يا شباب مسيرة، مش لأن أنت معين، الناس بيشوفوك، بيشوفوا أدائك وتاريخك وكذا وكذا. في ناس بتحبك فعلا، أنا أقول لكم 100,000,000%، في ناس من غير المسلمين بيحبونا جدا وعايزيننا نشتغل واشتغلوا معنا، بس احنا اللي بنغلط في كيف نطبق المعايير. العالم فتح الفرصة مرة أخرى. تفتح تاني بقى. نعم. أستاذ محمد. طيب أستاذ، صلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة شكرا لك. سعد سبير. لا لا. ما قلناش حاجة إحنا. وجودك معانا هو الحاجة. الحقيقة اختزلت تعليق بس وخليه في غرفة واحدة. لكن لا يقول أن يعني أقول كده في التلخيص يمكن مرة سريع، لكن هو ذكر في التحديات الداخلية والخارجية، يعني ذكر الأمراض التي نعاني منها في المنظمات وصحة التعبير، أو انتقد طريقتنا كلها وخدتها في شكل تحديات يجب أن تعالج. أنا كلها في انتقد، إذا كان الكفاءات البشرية، إذا كان القوانين والأطر الهيكلية، مسألة إن إحنا ما بنشرك الشباب. والله يا إخوانا دي طبعاً حقيقة، المؤسسات كلها شاخت، كل المؤسسات دي حقيقة يعني. ويمكن قبل أيام ساعة السفير دي قبل يوم صعب جداً مثلاً في منظمتنا كمثال،
تحديات الخارجية. لكن أنا داير أقول في التلخيص برضو أخونا لما يتحدث ما تحدث عن دكتور هاني، ما قال إنه الحكومة البريطانية بتدعم ب 74 مليار، هو قال ميزانية المنظمات اللي بتسهم بها في 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 مع الدولة 74 مليار جنيه استرليني، وقال هذه الميزانية تعالج 5 إلى 10% من الموظفين الموجودين وبتساهم في حل المشكلات الاجتماعية. والحقيقة نقطة برضو اللي انت ما لخصت اللي هي قضية الميزانيات. طبعا المال عندنا في العالم العربي كله منتهم، ونحن هنا عندنا تجربة في السودان. لو انت داير تكتب لك ميزانية اي زول اشتغل في الحكومة ولا غيرها، لو كتبت لك ميزانية قلت لهم والله انا الميزانية حقتي 2 مليون جنيه اللي هي بالقديم 2 مليار بتدوب 300، انا افتكر كلامك كده. ولذلك اي واحد بيكتب ارقام فلكية عشان يحصل على التصديق الموجود، وبالتالي الحكاية دي انعكست مثلا في حكاية المنظمات يعني الأجسام الموجودة. أنا أشوف برضه ممكن تكون في العالم العربي ما في السودان، بس ما في منظمات كلية بتقدم ميزانيات ولا في تنسيق بيناتها، ولا نحن بنعرف إنه الميزانيات دي بتسهم في التنمية بكم، في الفقر بكم، إلى آخره بكم. دي نقطة. الشيء الأخير الحقيقة اللي أنا دايرة أقوله زي ما تكلموا عنه يا أخوانا، مهما يكون هو عنده تركيبة خاصة جدا في عمل خيري كبير جدا جدا موجود في السودان. يعني انا بفتكر انه في مميز بينه ما مقصى منظمات فكرت تقصي هذا العمل، ولا بينزل في ميزانيه الحكومات او حتى على مستوى الحكومه المحليه في المحليات ولا في الولايات، وهي مبالغ ضخمه جدا بيصرفوها، تصرف عن طريق الإدارة الأهلية، بتصرف عن طريق كثير من رجال الأعمال، بتصرف عن طريق الشعب فيما يسمى بالنفير. يعني هسه أنت بس تتكلم إنه مثلا قرية حرقت في دارفور ولا كردفان مثلا مباني منقشعة أو في الشرق حرقت ولا حصلت كارثة، بتلقى الناس بلاهم تدخلوا في هذه المسألة وحلوها وما في اي الكلام ده. ما انا افتكر انه حقه دي دعوه تكون انه نحن كمنظمه او بعض المنظمات نهتم بهذا العمل ونحصيه، لانه انا افتكر ده فيه مساهمه ضخمه جدا في 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 حياه الناس. يعني معلش بس المساله دي يا اخواننا حقه نحن نلتفت لها ونحصيها. وانا داير اقول مثلا هسه في السودان يقول لك والله كل لما نجي نقيس يقول لك كم في المية كده أكثر من 70% تحت خط الفقر، لكن بتبدأ مشاكل عادي جدا. لكن لو حصلت له كارثة ولا عملية ولا سافر مصر ولا الأردن ولا عنده حاجة، كل هذا المجتمع يتدافع ويدفع. الكلام ده موقع مهم ولين احنا ما بنهتم به. وهل الدكتور يعني أو سعادة السفير الحكاية دي فكروا فيه إنه إحنا حقه هذا العمل ندعمه أو ننظمه أو نخليكم من مكونات العمل الخيري في السودان؟ شكرا جزيلا أستاذ محمد. بس دكتور الإيشو الأساسي هو التحديات في الإنجليز، لكن في حالة ثانية طوال يعني التحديات العربي كده مصالح فيها يعني، لكن لو ما عالجتها بحكمة تبقى معوضات اللي هي الليميتيشنز. فيعني دليل توصل لنا الحاجتين دي إنه كيف نحن نبتغي انه التحديات ما تبقى لنا هي المعوضات يعني قدام، دي واحده. الثانيه المبدا المعروف انسانيا اللي هو الهومانيتيريان امبريتيف الضروره الانسانيه،
الذي تقتضي انه لازم اي حاجه متى في امامه، يعني اذا كان في انسان محتاج للمساعده او محتاج للحمايه يجب ان لا تجد اي سبب من الاسباب ان احنا ك يعني سوشيال ميديا نصل. طيب دي ودي ممكن يتلخص فيه هو يجابلينا فيها الحمد لله. في جانب ثاني اللي هو في القانون الدولي يا جماعه، الدول دي برضه في النهايه عندك ما يسمى بالسياده يعني. اه طبعا. فيعني صحيح انا ممكن اشيل عبشي واي طوالي فاشي كاد ولا السودان، برضه لازم تبقى في ترتيبات، الترتيبات دي ما تكون مجرد سهله يعني برضه. فبرضه كيف نقدر يعني نوازن بين الاثنين ان شاء الله. بس الدساب الحافظ معلش. السلام عليكم. السؤال عن المائحين الافراد المعروف الدوافع الدينيه لمنحه الدوافع لمنح الاموال فيما ضخم جدا بينفقوه الناس بدوافع دينيه، لكن في كثير من الاحيان يعني المال ما موجه بطريقه تتناسب مع الاحتياجات الى منظمات العمل الانساني. هل بذل اي مجهود او في المية بذل اي مجهود لخطاب مركز تجاه المانحين بالوافع الدينية حيث يدوا الاولويات وسلم الاولويات للاستفاق ممكن يتعدى في عليه مما يبدا في المنظمة وفي المؤسسات في عام هذا المشروع؟ تفضل طاهر. مصر داعي إسلامي إدارة المكان في العالم المصرية. أنا دائما بس أسأل عن حاجة واحدة اللي هي في إشكالية عاملة الآن في العالم والعالم عامة هي التغير المناخ. هي مشكلة كبيرة جدا الآن تواجه العالم ككل يعني. يمكن أخيرا في المؤتمر بتاع تانفورد في مصر رؤساء الدول الكبرى يمكن كانت افتتاحية هذا المؤتمر كان فتح لهم هذه الإشكالية العالمية اللي هي التغير المناخ في العالم. هي قال عن دوره، خلينا نشوف دور المنظمات يعني في هذه التحدي الآن الماس للعالم، وهو يمكن يعني حنكون يعني يأثر على الإنسان ذاته يعني في المستقبل يعني. هذا هو أنا أريد. شكرا جزيلا. عندي الفرصة معلش قبلك بس. شكرا الحمد لله على الفرصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر إبراهيم محمد، جمهورية السوق الفيدرالية. أنا حقيقة سعيد جدا بالمشاركة مع الإقامة دكتور هاني بنا واستفدت كثير، لكن أنا أعلق على جزئية واحدة حقيقة دكتور هاني. نحن حتى مثلا في إثيوبيا يعني كشباب لما جينا هنا السودان والحراك الموجود حقيقة في السودان كروابط واتحادات دي خلانا نحن يعني أحبت علينا العمل الطوعي وكذا تقوي وكذا، لكن مشكلتنا على حسب مما رجعوا الشباب الحصص اللي هنا في سوريا قعدنا مع بعض وشكلنا جمعيات على مستوى رجعوا هناك في البلد وشكل كيف الواحد يسلم المؤسسات الدينيه والدوليه المانحه وكذا. حتى هذه اللحظه امس كان يتصل بي احد اصدقائي اتخرج من هنا ورجع لقناه دراسه العليا فرجع وشكلنا مع بعض بعض الشباب اللي رجعوا هناك. الى الان عملنا سنه لابن وما عندنا عمل نشاط قدرنا يعني تنفيذه اي تنفيذه وكذا. كيفيه علاج مثل هذه هو عن الانفصال مع المالحين؟ شكرا. فرصه للدكتور احمد الحيت. جاوب انت على الاسئله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي شغال بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر الجزيل لمنظمة الدعوة الإسلامية سعادة السفير عطاء منان على هذه الدعوة الطيبة المباركة. إدارة معهد مبارك قسم الله الإخوة منظمة الدعوة هذا الصرح العظيم جل أن يوفقكم إلى حسن العمل. و كلنا نرحب بال سعادة الدكتور هاني البنا، هو أستاذي يعني علمني الكثير وتعلمت منه الكثير يعني. بالنسبة لتحديات العمل الإنساني في إفريقيا، أنا عايز أطرح ثلاث محاور
المانح اللي هي المنظمات او الاشخاص، هل الان المانح هو المانح من 30 سنه في العمل الطوعي؟ هل المانح الان مبارك قسم الله، باكستان، محمد يونس؟ ايدي عبد الصطاد ايدي ايدي اكبر اللي هي ما بتنطقش ايدي. انا اصلا بتكلم اردن. طول سيارات اسعاف خدميه في باكستان 3500 سياره